هذا نجد سيدي إبراهيم ابن تومي، الله يبارك لهم، خدموا المحراب تاعو ما شاء الله. هذا راحوا راحوا ديركت كيما لا لا طلعت السد الفوق، طلعت صورت جنب هاي عاود جا صورت قبل طلعت صورت السدة. هنا هنا مسجد سيدي ابراهيم ابن تومي، ورايحين واحد البلاصة زيارة. بسم الله اول باب خدموه، لان عاودوا رموه هاك تشوف خدموها الله يبارك. باش نحكيو على لالا خروفة التاريخ تاعها، حنا ولاد عنابة نسمعوا غير لالا خروفة. لالا خروفة سي كوا، واش معناها، شكون هي، وعلاه كانوا يروحوا لها بكري يعملوا باغ اكزومبل هكا على بال كانوا يعملوا زرد جو بونس، وهل هي صالحه هي وزوجة احمد البوني صح ولا لا؟ يا روحوا هاي بسم الله، روحوا بالطوموبيل ولا على رجلينا؟ والله دبري في روز راه رجلينا باش كاين مع دوره برك والله. هاي انا مقال اللي هي انا مش بعيد صلي على تبلا وهالميدان على بالي الى مينا. انا رايحين من سيدي ابراهيم ديريكتومون باش على التاريخ للخروفة. للخروفة شكون هي صح باش نعرفوها، زوج شكون وواليا صالحة التاريخ تاعها، واحد ما يعرف التاريخ تاعها نروحوا نعملوا زيارة تما يعلموا مولادها معها تما نروح ان شاء الله نمشيو. هاي هاي يا اخي احنا كنا بكري قبل صغار نسمعوا لالا خروفة ملي كانوا كنا لالا خضرة هكذا كان يروحوا لتما اونديري يعملوا كيما يقولوا الوعدات هكذا. وي في الدين حرام الوعدات ماهيش حرام والله. الوعدة بالنسبة واش معناها الوعدة؟ الوعدة هي في الدين واش معناها؟ درك باغ اكزومبل انت كيما الندر يعني ندر درك انت باش نصورك معليش خرج عادي باش تمد الميساج تاعك يوصل للناس. انا ما نعرفش غير حبي هاي اهدر صوتك هاي صوتك هاي لا من صوتي ما بعيد هاي احكي لي واش كاين هاني كان نصور مش نصور فيه هكاكا قد نهضر لك هكاكا بركا. شوف كاين تما اني شفت واحد المقيم اللي تما جو بونس يعتبر العربي عمي العربي نروح نسقسيوه هو اللي ساكن في المقبره قال لك سما هي يمكن من العائله تاعو الجيل القادم على بالي سالي لازم يهضر بعلم مش يهضر نابوك كوا يعني. وهذه كيما يقولوا هنا كيما يقولوا هنا هذه عيطوا سيدي ابراهيم يجي سيدي ابراهيم هذه بكري قال لي كانوا يبيعوا لي مونداتير تاع الخضره تاع النبه بكري خلاص لهنا هذه احسن ما يقولوا انا واش تحكي لي يما واش تحكي جدي بكري. وهذه التناويت يا سيدي ابراهيم هاي التناوية خويا كاين حمام شقرون ولا دار شقرون هنا هنا حمامة حمام والدار افهمي شقرون مش ماتراك يعني بارازارا كلمة شقرون وبسترجي اسطنبولي اسطنبولي هو باين اسطنبولي هو اسطنبول لهنا دخلنا لاسيتي اوزاز دورة جوش هذه هي لهنا المقبرة شتي وين البوطو هذا شتي وين البوطو الدورة دورة جوش قال لك هذه عيطوها لاري بكري مش عيط انت ولد لاسيتي لا قال لك عيطوها لاري بايرن هذه يا شيخ مانس والله برايا من هي مش بايرن ولا بايرن باير لاري بايار بايار يمكن جاي من كلمة ألمانية الكونتون كونتون ألمان يعيطوا له بايرن تاع ميونيخ. ها يا خويا باين يمكن الألمان بكري كانوا عايشين هنا. ها يا سيدي إبراهيم يعني كلمة سيد يعني سيد مش حرام تقولوا سيد. وعلى هالقر يقولوا بونجور مسيو بونجور مسيو سي كوا مسيو سي بالعربية وش هي؟ سيد صح؟ سيد القوم كما يقولوا هو يمكن يقول لك هو صباح بالعربية صباح الخير سيدي صح هاك بونجور مشي صح سلام مشاهد
ها يا خويا جي بونس هذه هي وصلنا. هاي الدورة هذه يا خويا ورفس. ما تجيش معايا ولا تروح. عملنا طريق حتى تعرف تاكل البلاصة يمكن يعرفوك. ديريكت روح ديريكت. ندخل هكذا. هذه المخ. روح روح روح. روح. سي بو يعطيك صحة بارك الله فيك خويا صح. هذه هي المقبرة. سلام قوم أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله. هم قاعدين يخدموا لهنا شي با واش كاين. هذه هي الأضرحة عندها قال لي قرون وقرون. هذه يا الحاج السلام عليكم. أنا شفتك هذيك الخطرة عديت وحبيت نهضر معك معليش على المقبرة تاع الخروفة. الله لا لا الحق غير تحت برك مي سمعت انت هو المقيم تاع المقبرة هذه. لا شوف أقبي عنها يمكن سنوات هذه. نعم شكون هادو مع العائلة تاعك ميخي معليش نجي نصورك وتهضر تهضر حاجة على التاريخ تاع النابا. العباسية لهنا. العباسية ويسكن هنا العباسية من لاسيتي. العباسية خلق معناها هنا. ايه انا مشني العباسية انا واحد اخر. حبيت توصل صوتك وتعطينا التاريخ تاع النابا لان التاريخ تاع النابا راهو كيما نقولوا حنا راهو قليل اللي يعرفوا. وانت يمكن انت هو تعطينا معلومة. هذه هي البلاصة. بسم الله نتوكلوا على ربي هاي. سبحان اخي عندك شوية وقت نجم نحكي معك عندك شوية وقت. انا قاعد نشوف الله يبارك قاعد تعمل وقاعد تعمل في ال جات البلدية. شفتوا تاع العباسي الفيديو هذاك شفتوا. وانا كنت جاي قبل. انا كنت جاي قبل شوف اقبي راه قديمة. عامل عربي هكذا اخي عامل عربي. الله يبارك. جات قطر تاع سيما هاك محطوط. صوتك يوصل احكي انا على بالي تحكي بعفوي وتحكي تحكي باحقيه كما يقولوا. ودخلت عليك دخلت قاعد قلت لك تنظف. الله يبارك. واش معناها هذه؟ شكون اللي جا قال لك لا؟ او بنا فوق القبر. هاني فهمتك. خطرتين. الخطر الاخر تاع عباسي قلت له قدم نفسك صح شكون انت هو انا العربي محمد صالح اسمي محمد صالح من وشواش من لاسيتي لوزاس. جابوا شواش وذاك وهذاك جدي وهذاك جدي. والاخر الاخر فهم امهم ثم فاميلتك تاع جدود. جدي اهلي. وش اسمه هذا وشواش هكذا ولي صالح. وشواش حمد اسمه حمد وقلبوني ولد البوني. احمد البوني تاريخ احمد البوني وشواش. صافي لالا خروفه هي زوجة احمد البوني. البوني وهذو ما اولاده اولاده القرمي ولا اسمه على اسمه القرمي المدعي المدعو احمد احمد هو اسمه احمد. ولا عيطوا القرمي يمشي بالقرمه صح القرمه صح بيقول قرمه القرمه القرمه نقول جدنا نقول له سيدي نعيطوا له سيد سيدنا سيدي القرم صح ولوفو سيد فوغالي فوغالي ولده خوه وكان ملهيكات كاينين عائله اخرى وشواش كل فيهم خوته حسن والحسين مولاد العم خوه ها خاو هذا اسمه احمد عيطوا القرمي وذاك الفوغالي عيطوا له المرابو مرابط مرابط كيما يقولوا مرابط مرابط ولي صالح كلهم وليا والاخرين اللي هي حسن والحسين خاوات انا كيفهم قلعوهم نحاوهم وهذا تم تاع قبه مقلعين داك مصورهم تاع البلديه مقلعين من داك ثم اهلنا قلعوه واحد ما راح لهم وواحد ما قدم بهم شكاوى جايين لي انا قاعد نخدم فيهم ها صور كما انا قاعد نصور هذوما كل اولادهم يا اي كل عائلة واحدة هذوما واش غير ما يتخدموش والقبر هذا عمي العربي واش من واش من القرن ولا واش من سنة؟ من 1882 عندي لاك دو بروبريتي من 1882 88 من 1888 82 هذوما العائلة هذه سمتينا هذا كامل تابعهم وتبعت وش نقول لك وين الجامع هذا كيف الجامع هذا تبعهم ممكن نحكي بالتفصيل عندك الوقت نحكي معك انا بارك فوراج يقولون او شيء ثقيله وي بارك فوراج او هنا الضل بارد شنو نصور الاضرحه برك
مش خاتم انا ترى ما انا وعلى هنا هذا مشو قبل لا 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 ترى هذا هو غرس فيه الفريزه نمشي على روحك فريزه هو غرس الفريزه ها راني قاعد نشوف هاو عملنا فور هاو شوف هذا ما شفناه راك متهلي قاعد نشوف الله يبارك هذه هي كله كما كيف تقول شكون يسلطك علي انا ما كانش في الحشيش انا قاعد نشوف ما كانش شفت هذا الازرق الله يبارك شو انا المراه هذه كانت غبينه كانت فوقها الحشيشه مش حشيش برك إيه اني شوف ها صح لا برافك تحكي بال تحكي بالدليل هاك تشوف انا نحيه هنا نحطه لهنا انا تاعي هذا ما خرجوش لبرا ما طيش لبرا هذا قبل كيف كيف ها ايه سما انت عملتي له جيست سيما هادي قال لك بنات بنيتي فوق وانت ما بنيتيش باش جيست تبروتيجيه. لا 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 ما يسموش خلا هذا ما يتقاسوش خلا. هاو حتى العطات كي نخدم هاو مسيمو انا. انا قاعد نشوف. 2020 هاو كاتب اسمي العربي. عمي العربي صح. انا القبه كانت مكسره من الداخل انا جاها واحد خطره سكران على فاست عليه. ايوه. لحالها جد بها بها. بابا. كسرها من الداخل وسم خدمت. ولهنا دارك عمي العربي لهنا ما نشوفش نصور لهنا راه حرمه لهنا داري شوف منين نظف داري دارك سمع اكيد دارك شوف منين نظف انا من هذه الصور ما حصلش سمع عايش معاه عادي نورمال ما عنديش يعني ما كاينش حتى حاجه في الليل ترقد عادي يعني متهني خلاص يا ما تمسخرش امه اهلك سبحان الله ناس يقولوا القبور هكا العبد كون جيت انا قالوا لي بني فوق القبور كي جيت انا بني فوق القبور انا نسيم فيه انا هذا صح هاني خير وهذه البيت ثم كي جست درت هذه كنت راح ديرها طفل وما كانش واحد بتفان انا ما يحبوش المره اللي تجي راح تبات هنا يتخاف صح انا سما لحمي ودمي ما يخاف باينه خلاص صح ثم منقصه من هنا حتى الله ربي يحصلها من هنا مش مدخل داخله هاي بسم الله شفتي الدخله هذه نظيفه هاني نشوفها حتى لهنا السلام عليكم صحيح ها حتى ايه هذه الدار كلها هنا نظيفه صح او صوتك يوصل انا باش تكون هنا شفافيه اللي يحب يكتب يكتب لا كاين عباد يمكن جامي جوله هنا ولا السلطات تشوف والواقع دخله من هنا بوتي صالح بطيح ايه ايه صح بوتي صالح رقم 77 ها انا قاعد نشوف ها نشكر تكتب عليها رقم 77 سمع الدخله تاع الدار تاعك والهي القبر ما شاء الله والله هي نظيف وبعد نحكيو على التاريخ وشكون هي لاله خرفه اكزاكت مع شكون شكون زوجها شكون هي واش كانت قبل كانت واليه صالحه لا جداتك صافي دير هي هي هم اللي كانوا مونوبول ولاد عناب الاصليين هاي النفره تاع الماء عملت هذه انا ما شاء الله لا دات هاي جديده خدمها جديده تروح جميل فتروح عنها مطا ثلاث ايام شوف هاي النافوره لهنا احنا نديروا احنا ريفيون ما نديروش ريفيون هذيك احنا كما نديروا عيد نديروا عيد احنا سيدنا عيسى هو احنا الاولى به قبل النصارى هو جا وخلق في الدوله العربيه فلسطين في بيت لحم بيت لحم اها قلت لك هذا امك كل حيت وشواش هذوما ديسوندات ابي شيخ حمد البني وشواش أيوة. العلامه يعيطوا له دي لو بونوا البوني البوني دي لو بونوا مسمي عليه البوني بلدي بلدي تاع البوني عنده ورده تم تم الكاريرات فهو تيكتر 45 تاع البوني هو كان في وقت سيدي ابراهيم بن تومي ولا وقتها كان في عصر ولا في بومروان الشريف في 1500 1400 شفتي بو مروان بو مروان يا اخي مدفون تما قبر صح هذاك هو البوني هذاك بو مروان الشريف هو البوني هذاك هو البوني صح هذاك في جمال بيل فوق طلعت له زرته هو النار دالموندي ايوه طلعت له بو مروان الشريف شكون قابلته صافي القبر هذاك هو ابو مروان قبر ابو مروان الشريف هو بن الشيخ احمد البوني العلامه العلامه ها وهذه زمان زوجته هي لاله خروفه ها هي العائله تاعو العائله زوجة تاعو هذا اولاد هذا بن الشيخ احمد البوني هذا ابنه قلت احمد القرمي اسم باباه اها احمد وهو تن اسم اسمه اسم باباه وشكون باباه؟ احمد البوني احمد الباي احمد الباي تاع قسنطينه كانوا هذاك هنا جدو احمد الباي تاع قسنطينه اللي بنى عليه جامع البي تسعه شارع نهج القدس وين دار تراب وهذا قلت ولده الثاني هذا مشوش الفوغالي الفوغالي بن احمد بن احمد احمد البوني مرابو 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 بالفرنسا بالفرنسي ساكن مرابو الاخرين حسن والحسين ولاده
والبناتهم عندهم البنات تسمى دم اولاد اولادهم اولادهم كيما يقول اولادهم آه. والله يبارك شفتوا والله جيتوا على غفله هاك شفتوا الفيديو من سيدي ابراهيم نصور ها والله قاعدين يتواي مسكين هاك تشوف ها. الله يبارك ها تفهم انا قاعد نشوف لا لا الحق هذا عصور قال لك على قسمتي وين هذا هذا قديم هذا الصور هذا عملته جديد هذا جديد اوكي جديد عنده واحد 3 سنين الله اها يعني نفت هو فهمتك اه يجي ايه امور مش ملاح عندك حق صح يدخلوا تما تما راح يدخلوا لدارك لهنا ونديري قبل ما ندير هذا كان قدام امور مكتوبه كاتبها ولده ممنوع الجلوس من فضلكم يدخلوا يجيو الناس هكا براوي برا ما قبل ما يدير الحيط حتى هذا تما وقتها بنادم مش جديد هذا باهي كيف تما الدخله تاعو لازم هذا الابل شو اسمه احمد احمد القرمي يا ثم هنا واش فيه الدخل فيه قبره قبر وهذا قلنا الفوغالي هو هذاك الفوغالي ولهنا ما كاين والو لهنا انا شفتو لي ديتاي اسمح لي هكا ها لهنا ما كاين والو لهنا جو بونس هادي دار تاع ناس اخرين جو بونس ولا لا قبر كيف كيف تاكم والقبر تاع الاخروف نجمو نشوفوه هكا نقدروا ولا ما يحبوش ما نحبش نروح ما مش احنا ماليه قبر فيه زوج فيه زوج شكون مدفون فيه زوج يعني هي الاخروفه واحد راجل ولا امراه لا فاميلتها سير ما يقرب هكاك هنا يا زوز كاين كيف كيف كاين زوز نحوهم للبوران عندك خدمه الله يبارك عمي عمي العربي فخدمه شويه تشوف القبره هذه نظفها نسيب وشفت البوره من تحت على الاخر جات واحد المراه جارتنا لهنايا قال ها بالله مال عطاتو بالله مال واحد ما هضر معاه قص القبره وعلاه جات بالله مال هنا حابه تبني تبني هنا باش تقلع هذا ما تجي نقلع نحي استقبوره حرام عليها لا زوج ثمانية واش حابه تعمل هي هنا حابه تبني زوج بيوت للاولاد تعمل شنو هي المراه هذه هي جاره جايبينها تسكن هنا وهي اللي هي اللي عملت هذا البريك الاحمر هذا البريك الاحمر هي واحد مضروب بالله ما جاب صوروه تاع البلديه سما حبه تديه ماذا الفوغالي حبه يولي سما تبعها ولا كيفاه تحب تبني هنا زوج بيوت ويولي تاعها هذا الفوغالي القبر تاع ما تاعنا سما تاعكم مش 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 بها بولاده وجههم قباح سما هذا بني جديد او باين ها لهنا قبورك تشوف هذا مقصر هاو باين مقصر قبر مقصر هذا هو من بكري كما كمل شيء هذا ما واحد مش حفظ بيهم هذا قبره شوف كي مكة لا 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 مش هذا قبر هذا قبر او باين حجار حجار مي قبر هو لا لا ها بعدين هذا هذاك حجار برك هذا هو القبر هاني نشوف هذاك او كله الحشيش هذاك خلاص او كاين واحد اخر قبر لهنا ماذا كانوا عائله كبيره لهنا ثم جيل ورا جيل راني نشوف عمي العربي ها شي دقيقه برك اول باسكوله تاع اول باسكوله في سيدي ابراهيم هذيك تاع هو تاع من تاع الفوغالي اول باسكوله في عندنا وراح القبر اللي قلت يتكسر وينه يكبر الله مال مسيمه هذا هو لهنا واش كاين سبحان السلام قوم انتم السابقون ما كاين والو سما فارغه فارغ مالا قلت عمي العربي للخروفة هي مالا ولية صالحة مالا هكذا دقيقة برك يا المهم صوتك يوصل كما تعنك إن شي غير تحب تطرحها تحب توصل يحبوا يعاونوك هما يحبوا الوسخة قاعدين فيها سما هذا التاريخ تاع النابة هذا على بالك هذا ما راهو سما التاريخ تاع النابة هذا هما باش كما قال واحد يصعدوا ولا بلاصة مثلا حول جد باباه برحمة الله ويجيو يتبلوا علينا احنا لي القهوة هذوك يتبلاو عليه. مش مع انك طلب بقى تمد ولا طلب ما عندنا حتى والو غير يقيلونا برك احنا يروحوا بعدونا برك والله العظيم الواحد يمرضوه بمي ولا ديجا هام دو جرني انا يا بروستا دو جرني ربي يجيب الشمس مخابر دوكا بغيت من غير بط 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 مش سهل على ربي بط واحد يخدم الطبيب ممنوع عليا ونسقس كلامك كلام كبير عمي العربي بكري لالا خروفه من كنا صغار انا ولد لاكولون كنت بكري خلاص نسمع لالا خروفه لالا خروفه لالا خروفه ولالا خضره كاين لالا خضره لهيه
تحت مرض تعبية اوكي. هذوما هنا وقت مع الاستقلال ولا قبل الاستقلال بحاجه برك، وبقى هذه من قبل وقت الاستعمار تاع فرنسا، قبل حتى فرنسا هذوما ولا يعني كان الحرب العالميه الثانيه الاولى والثانيه هما وكان عندهم البارك فوراج ورا سنتيفين من هيكاتك. وحبيت نسقسيك عمي العربي، شفتي نيتي دي تاع لابوليس بارك فوراج؟ شفتها تبعهم كانوا يحطوا هما القرد فيه هنا. بكري وعندهم باسكوله، الباسكوله في سيدي ابراهيم اول وحده في عنابه باسكوله هي تاع هذا. وسقسيك سيدي ابراهيم تاع ليبيز كانت بكري بون لي مونداتير يبيعوا الخضره لا صح ولا لا بكري خلاص وقت فرنسا ولا لي مونداتير كانوا في الحطاب سوق في الحطاب. وهذا واش كان سيدي ابراهيم؟ سيدي ابراهيم كان يونيتي تاع كان تاع فرنسا بارك بارك مش تاع خضره لا. انا سمعت مالت قلت الحضره صحيح انا واش سمعت كان بارك فوراج بارك فوراج ولا لا خرافه اسمها وقتها خالقه اكزاكت زعما جد في الوقت سيدي احمد البوني واش من العام يعني 1500 1000 والله ما نجي من تقريبا هكا مش 1800 امبوسيبل 1500 1400 القرن 15 قال بها ولاد ادم ومات وهم حرقوا لهم الكوخت هنا في البلديه وقت فرنسا ميت من 1940 ادم ميت من 1940 الفوغالي سمع جديد من 1940 وقت البنات هذه القبه مالها هذه أنا كانت شكامك كانت قزاز وما تتفلقت على العائلة تاعنا كانت عائلة تسكن فيها تتفلقت عليها كانوا يسكنوا فيها لداخل وجدهم عايشين عاملين تما دار وكلش لا مش داروا في وسطهم جدهم ولادو ولادو يقعدوا معاه ثم مالا لالا خرافة باباهم يقعدوا معاه نعاودها لالا خرافة هي زوجة أحمد البوني تاع بو مروان شريف معلومة دي المعلومة أنا ما نعرفش أنا شخصي الشيخ أحمد البوني هو مكتوب بو مروان شريف أحمد البوني ما نعلمش أنا في جامع الباهي لا أبو مروان فوق جامع الباهي هو جامع الباهي ما كانش قبر في جامع الباهي لا ما كانش بو مروان شريف القبر كاين قبر اللي هي كي تدخل على جهه هي مش من هنا بعد دخلت جامع الصلاه في جهه اللي ملهي كاين قبر واحد هو رحت شفته رحت شفته مع الدخله على الكوش رحت خشيت له وانا داخل هو كان واحد طفيل حي عبد الوهاب وكان خوه هو اللي حاكم تما وكان واحد طفيل يبيع الباب تما عبد الوهاب رحت قاعدين نحكي وحتى قال لي هو الفرنسا هو اللي حاكم مزيان قال لي هذا قريش قلت له ما تجاوز تاع قريش ما قام ما تجيوش يونين احنا شفت عمي العربي كلام كبير هي لالا خرفه بكري اسمح لي كانوا بكري يجوا لهنا ناس يعملوا الوعدات انا لازم نفهمها واش معناها الوعده يعني الناس كانوا يجيو واش مش يتعبدوا في على الاخرف ولكن يتقربوا واش معناها التقرب هذا يطلبوا منها منها هي منها هي يطلبوا منها كيفاش منها هي الله تعالى هي اول حاجه هي مش يعني واش راح تنفع هي في دار الحق واش راح هي وليه صالحه عملت عمل ربي جزاها بالعمل تاعها هي زوجة عالم العلماء تاع النابه هكا يعني الوعد حبيت نعرف الناس الكبار واحد حتى حديث كلام كبير حتى كان واحد هنا وكون ما كانش ما نعرفش الواحد تاعو ما عنديش النيبرو تاعو يسكن في كدميش ربي في البوني والله في بو حمرة والله خلاص وكان يسكن أمه تسكن معنا بابا معنا فاميليا تاع بالفار ومن بعد حولوا راحوا خلاص وكانت عنده طفلة قاصرة وديما يجي هكاك ما نعرف كيما واحد النهار وين راح تدخل للعم هذاك للجامع قالها عام وتدخل للجامع ما نعرف كيما قاعد الدخل كنت قالها كون يسهل عليا ربي يزيد لي قهوه لهنا كنت تمشي لي طف قال والله ناض الصباح قاها تمشي سبحان الله والله قاها تمشي ولكن السبب تاع ربي سبحانه مش كلمه بركه والله قاها تمشي واش كانوا يعملوا بكري يجيو لهنا واش يعملوا الزرده واش معناها يمدوا للناس يمدوا الفقراء يعني يمدوا للناس هكا كان ولاد بلاد بركه اللي يسيو ما كانش هنا في البلاد ما كانش البلاد ثم انت عمي العربي ثم عندك تعرف شويه تاريخ بارابول لي انا ما عنديش فكره كانوا ولاد البلاد برك انت عنابه كانت فارغه هنا هي شكون شوف عنابه دروك انا كاينه واحد الحاجه نقولها عنبر البلاصه هذه اول بلاصه في عندنا هذا شو شفتي السؤال تاعي راح نقول لك تسبقتيني راح نقول لك عنابه اول بلاصه تسكنت في عنابه دروك دقيقه يقولوا بلاص دارم انا فوق المدينه القديمه اني معاك ولكن اول مكان في عنابه تسكنت فيه عنابه عم سكنوا ليها لي روما الفوق هاي هنا برك لي روما سانتو جستان تحت انت قلت لهنا لا سيتي وهذا البوني اللي يحكيوا عليه هما هو البوني ما عرفش هما اللقب نتاع البوني يقولوا هو بشيخ او البوني واعطيني اللقب قال التركي القنايه تاعو اللقمه تاعو
هي ما احنا بالدرجه نقولوا لقمه وهي لقمه يقولوا لها القنايه ما يقولهاش لقمه الكنيه الكنيه في الترك يقولوا لها هم اصلا ترك البوني من اصله تركي ترك اصلا وقت وقت سليمان هذاك تراك هم مش من هنا هم. عندك تحت تفرك تلقاهم في المغرب في المغرب في المغرب عندهم احمد باي كما هذا لقمه هذه وشواش مدينه كي عنابه واحد ما يخش لها ابر وشواش في المرة في المغرب في المغرب ما نقول لك اكادير ما نقول لك المهم مدينه هي عندي طفله في بشكره دخلت وجبتها وقاتها وشواش قال ما يجينا حتى واحده ابر وشواش في المدينه هذه في المغرب في المغرب اولاد من اولاد بايا بيات الاتراك بكري شخصيات انا مش حتى اولاد بيات قالها انا مشنا واحنا اولاد بيات ونقعدنا صافي دير هي الناس اللي سكنوا في عنابة اول بلاصه هي فلاسيتي لهنا ولا وين تبنات اول هذه هي لهنا هنا هذه هي عنابة الاولى فلاسيتي عنابة كانت ما 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 ها تحفر متر تجبد الماء ولهنا سيدي ابراهيم وين البيجيمه تطلع لهنا طبقات طبقات بني قديم طبقات طبقات من بكري سيد ابراهيم من بكري سيد ابراهيم ما كانش قبه هي ما كانش كانت خيمه تسمى هذيك حتى هذيك تسمى من المدينه القديمه تسمى هذيك طبقات تسمى قبل تبنت قبل بلازدار ولا بعد بلازدار عندك طبقات ما كنتش سانتيغستان 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 شاي بالبوني شوتي قسنا مش يمكن في وقت واحد جاو في وقت واحد عرفوا بعضهم هذاك قاري عربيه قاري فرنسيه خلق في صباح راس هو سانتو قسنا هم اللي عملوا التتليت بسبته هو سانتو قسنا لا صباح راس هو بسبته هو عملوا التتليت تاع الكروا بسبت سانتو قسنا باش تكون عارف المعلومه تاع 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 الرومان تاع روما تما الفاتيكان هذا والبوني واش على البوني شيخ حمل البوني هذو ما كل اهله فيه نساب وفيه الاهل بس اولادهم هنا اولادهم احنا شنكيام جينيراسيون شنكيام شنكيام جينيراسيون خمسه قرون كل قرن 100 سنه تقريبا احنا شنكيام جينيراسيون واش معنى اوزاز لا سيتي اوزاز سيتي كلمه فرنسويه فرنسي كانت بكري اوزاز واش معنى اوزاز بالفرنسي فرنسويه لا سيتي باي سيتي حي هذيك لا سيتي عيطوا لها سيتي اوزاز بس لهنا كانت بون عيطوا لها بون وقت وقت البوني قبل عنابة بون بون باسمه بون بوني ارجع يا اخي هاي وعطيتيني الصح دركا وعلى عيطوا لها بون على هو على عيطوا لها بون لاكوكات على جال بوني بون هاك تشوف عنا بون يقول فرنسا كلمة فرنسية بون ما كانش هو كان غير هو لهنا والعائلة تاعو قلت لك حاكم هو عنده هو كان باي هو مومتون يعاون الناس ودي مدة هو يدفنوا فيها ما احنا في احنا في احنا برك بس اني اتيرتي انا احنا قلت ما تقدرش تدفن يجي واحد من برا يدفنها يقولوا احنا الفاميليا كامله البارده كل يدفن سؤال اخر قبل تدفن لهنا ثم تكون عندك عيل ما لحقش عليها انت ما لحقش بابا ما لحقش عليها انت واش من سنه خلقها واش من عام خلقها انت خلف في الخمسينات جدي بالكش الحق عليها اخر قبل ما لا جدي من 1901 جدي لكن قال لك انت ما لحقتش انت ما لحقتش حتى